مطار هواريب مدين الجديد يدخل حيز الخدمة، وانطلاق أولى الرحلات نحو العاصمة الفرنسية باريس بشكل استثنائي، لتنطلق باقي الرحلات بشكل تدريجي بداية من 6 مايو المقبل. اليوم خصصنا يعني المحطة، بدينا يعني بالرحلات اللي تروح لباريس تاع الخطوط الجوية الجزائرية. يوم 6 مايو نديو كل يعني المسافرين تاع الخطوط الجوية الجزائرية اللي يروحوا يعني لفرنسا، ويوم 13 مايو ان شاء الله لكل يعني المسافرين تاع الخطوط الجوية الجزائرية اللي يروحوا عبر العالم. من بعد نجيبوا الشركات الاخرى، وفوريا مزيور يعني يقول لي تقريبا شهر نجيبوا كل يعني الترافيك نديروه لهنايا. بدينا تدريجيا برحلات باتجاه باريس الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني رحلات اتجاه فرنسا عامة، وفي الاسبوع الثالث نجيبوا جميع الرحلات الخارجية، جميع الرحلات الدولية يكونوا إن شاء الله من المحطة هذه. المنشأة الجوية الجديدة لاقت استحسان المسافرين بالرغم من النقائص المسجلة. C'est un très bel aéroport, il est très vaste, mais pour les passagers, on a un peu perdu, donc il faut le temps de s'habituer. Mais effectivement, ça a l'air d'être extrêmement moderne. Il y a beaucoup de choses nouvelles. Ma kanch chkoun li guidik, ma kanch ana pour moi. انا بور موا ويخصو بزاف حوايج هنا زياده لينا الجزائر هنا مالغري ولفنا الحومه تاعنا من هي صغير هذاك مي بصح فور لو مومون هذا ما شاء الله جوست خو شويه اورغانيزاسيون بصح سي تو في نورمال سي دو بي. المحطه الجويه الجديده انجاز عصري وتحفه معماريه ستساهم في الارتقاء بالملاحه الجويه الجزائريه بعدما كان مطار هواري بومدين ضمن الحلقات الاضعف في كل مطارات العالم.